أنا الشاب أحمد الحسين من مدينة الرستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مدينة إدلب، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الرستان، مواليد 1989. بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. قمت بس اللي صار فينا إني كنت حابب كمل دراستي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي ودي الحاج يوسف، من أهالي مدينة الرستان. أنا طالب معهد هندسي متوسط. أول الأحداث، لكن هلق مقاتل في صفوف الجيش السوري الحر في مدينة الرستان، عم ندافع عن مدينة الرستان، عم ندافع عن أهالينا، عم ندافع عن أولادنا وعن نسائنا وعن عرضنا. أنا قبل ما أكون طالب معهد، هاي هويتي يمكن في المعهد، قدمت على الكلية الحربية بحمص، قلت مشان ندافع عن أرضنا من إسرائيل، من أمريكا وما بعرف شو. طلع كله كذب بكذب، والله طلعت الحكومة السورية هي صديقة إسرائيل الأولى. قللت عقلي وروحت على حمص، قلت يا ولد قاي حمص قريبة على الرستان مشان أقدم على الكلية. والله استقبال ما استقبلونا طلاب العلويين اللي بده يروح ينتسبوا للكلية، استقبلوهم أحلى استقبال وعكفوا في الراحة. نحن يقلعونا كل يوم، يقولونا تعوا بكرة وتعوا بكرة، آخر شي ملوا مني فوتونا. طلعت شغلت 5 دقائق بدون لا فحص ولا شي، اجا كان لواء، اللواء هو المستلم الفحوصات كاملة، بس في عميد تبع العظمية لا فحصني ولا شي، قال لي انت ما بشي حالك، معك تقوس عظام، هاي عاها رب العالمين اعطيك اياها. لك لا معي انا تقوس عظام ولا شي. حط لي بالخط الاحمر مرفوض، حملت حالي ورحت فضلت بالمعهد. اول احداث صار في تجديد كثير على الطلاب السنة، حتى حطونا عناصر مخابرات داخل المعهد، وحسينا بانه في مضايقات علينا، صار يدققوا كثير على الحواجز. بقى صارت الثورة الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى اكرمنا فيها، والله كنا عم نستناها على أحر من الجمر مثل ما بيقولوا. هون صار تجديد كثير كثير. أنا وقفت دراستي، شلت كتبي، زتيتنا على جنب، ما عاد يلزموا لي، وبلشنا مظاهرات مدينة الرستان. هدينا الصنم، كان جنوب مدينة الرستان بالمدخل الجنوبي، وكان يمكن ثاني أكبر واحد بسوريا. الحمد لله نزلنا على الأرض وسوينا 60,000 شقفة بفضل الله عز وجل. وبعدها صار يقابلونا برصاص، كل ما نطلع مظاهرة يقوسوا ويقتلوا. حتى بتاريخ حادثة مشهورة بالرستان، الأمن العسكري مات يوميتها 18 شهيد كنا موجودين عليها، كنا عم نستقيل من حزب البعث. طبعا أغلب الطلاب كانوا بعثيين، ما غصب عنك يجيبوا لك ورقة، وبالبكالوريا وقبل البكالوريا يجيبوا لك ورقة مشان تنتمي لحزب البعث. شو حزب البعث؟ والله لهلق يعني ما كنا مهتمين فيه وما نعرف، بس هيك روتين تبع المدرسة. مات 18 شهيد مدينة الرستان. هون الرستان انتفضت بالكامل، صغار وكبار، وصار يقاومون كل ما نطلع مظاهرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة يقابلوها برصاص. بقى أهالي الرستان عندهم شوي من العصبية، ما تحملوا أنه يتقابلوا برصاص، بقى قمنا بحمل هذه البنادق الخفيفة. طبعا صار انشقاقات بهي الفترة، وصار كثير ضباط انشقت، الجيش ما عاد الأمن ما عاد يقدر يسيطر خالص. طالب دخول الجيش كان بتاريخ 29/5/2011 أول مرة بدخل فيها الجيش على المدينة، قام بقصف جنوني بالعربات الشيلكة، بالبي أم بي، بالدبابات، قصف كان هستيري. هون صار انشقاقات بصفوفه، ومن الرستن اللي عنده سلاح حمله وقام يواجه فيه هذا النظام. سيطر الجيش على الرستن بعد 5-6 أيام، رجعت الثوار كان وقتها، رجعوا شكلوا حالهم
مجموعات طردنا الجيش من رستا بالشهر 10/6 تقريبا، ورجعت المظاهرات وصار انشقاقات كبيرة وتشكلت أول كتيبة بسوريا للجيش الحر، كتيبة خالد بن الوليد في مدينة الرستان بأول الشهر السابع بقيادة الرائد عبد الرحمن الشيخ علي. صار تنظيم كبير وصار تخطيط وصار عمليات نوعية كبيرة جدا، وصرنا نهاجم النظام. تحولنا من مرحلة الدفاع لمرحلة الهجوم، نهاجم النظام لأنه كان يخطط للاعتقالات للخطف، المهم يأذوا الناس لأنه طالبوا بحريتهم وكرامتهم، وما بدناها الرئيس يا أخي حاج. هون الجيش صار يجمع 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 ويحشد أعداد كبيرة. بالشهر 9 تاريخ 27/9/2011 جهز حملة بربرية على مدينة الرستان. الحملة الثانية على مدينة الرستان كانت 27/9، كانت نقلة نوعية هي للثورة، كان لأنه في تنظيم للجيش الحر، كان في انشقاقات كبيرة بمدينة الرستان، كبدناه خسائر كبيرة كثير بالعتاد وبالأرواح، والنظام من يوميتها جن جنونه على مدينة الرستان. صار تدمير للعربات بشكل منظم يعني بشكل عسكري، قواذف الار بي جي كانت موجودة بسبب الانشقاقات، الجيش جابوا معهم كل شيء ينشق بسلاحه، عرفان انه معارك هي بدها تصير، النظام ما راح، نظام بربري ما راح يسمع للشعب شو براسه وشو مخططاته بده يسوي. كانت معارك قاسية كثير، استشهد من عنا شباب كثير، استشهد مدنية، يعني هي اوراق صراحة النظام ضعيف وجبان ومنهار كثير كثير. ورقة الضغط الوحيدة على الجيش الحر عند المدنيين بقى، يعني هلق نزح المدنيين ظل الجيش الحر، واللي بيحب يظل من المدنيين التحق بالجيش الحر. سيطر الجيش على الرستان بتاريخ 1/10/2011، سيطر بعد ما يعني هلك بصراحة، كانت مقاومة شرسة جدا جدا. انسحبنا نحن من الرستان مشان نرجع نلملم حالنا ونرجع نحرر المدينة. قعدنا بمشرشوه، تخبينا ليلة، نمنا ليلة ورحنا على الدار الكبيرة. قعدنا 3 أيام بالدار الكبيرة، مخبرين حس بوجودنا بالدار الكبيرة، طوقها الصبحيات مشان يلقى القبض علينا. الحمد لله نفذنا من الجيش، طلعنا على الطريق العام، كنا تقريبا شي 5 أشخاص. كان موجود معنا قائد كتيبة خالد بن الوليد، كان الرائد عبد الرحمن الشيخ علي هو المطلوب الأول بسوريا وبالمنطقة، أو الثاني بسوريا والأول بالمنطقة. طلعنا على الطريق العام، بدنا نروح على ضيعة حدلة قصير اسمها الحسينية. هون تعرضنا لكمين، كمين كان مشترك للأمن وجمارك وأكثر من جهة غدر. تعرضونا على الطريق وصار يقوسوا علينا ونحن ماشيين، وقطعوا الطريق وقوسوا على المدنية، ونزلنا اشتبكنا معهم. الحمد لله أجهزنا عليهم كلهم، لكن اجتهم مؤازرات فورا. نحن كنا سيارة واحدة وفيها 5 أشخاص. هون استشهد الرائد عبد الرحمن الشيخ هذه، تخربطت أوراقنا شوي. والله رحنا على القصير، أخذونا الشباب على القصير، وكنت متصاوب أنا بشي 7 طلقات جسمي. اجى والله هناك من قرية شنشار واحد أسعفني الله يصير خير، وظلينا بالقصير شي شهر عدو ما تعافينا. كان معنا كمان ضباط تصاوبات، ظلينا شي شهر بالقصير. هون الجيش من قهره من الجيش الحر اللي كان متواجد بالرستن يفش قهره بالمدنيين، يعتقل، يغتصب، يسرق البيوت، يحرق، لا يتحجج يقول انا كنت ادافع عن الاهالي. والله العظيم يعني بينت قذارته ونجاسته بسبب معاملته مع المدنيين. هم بهالفترة خلال هالشهر تتواصل معنا المدنية تقولوا لنا مشان الله تعالوا خلصونا منهم، فكونا منهم. نحن كنا متواجدين بالقصير والطريق صعب كثير انه نرجع على الرستن، بقى آيسنا كلياتنا على رواحنا. رجعنا لبلمنا حالنا، رجعنا من القصير على الرستن من قهرنا، رجعنا على الطريق العام، من الطريق العام من على الهواجز ونحن مسلحين. الحمد لله وصلنا على الرستن تاريخ 1/11/2011. لملمنا امورنا وكنا نوجه ضربات للحواجز نقتل منهم، بس نحن ما نستفيد شيء، يرجعوا
يجيبوا بدل العناصر ويرجعوا يقتلوا من المدنيين ويعتقلوا من المدنيين. الحمد لله نحن ما كان يطولونا خالص، جمعنا حالنا من أول وجديد، جينا رتبنا خطط عسكرية، كان في انشقاقات جديدة، إجا الرائد أحمد بهبوح الراستان انشق كمان بعتاد، قررنا نحرر الراستان بالكامل. والحمد لله رب العالمين بالشهر الأول بال 2012 قمنا بحملة على المدينة لتطهير الراستان من رجس الأسد وعصاباته. والله استغلت معنا 4-5 أيام، كان أكثر من 40 حاجز متواجد داخل المدينة، يعني كل شارع في حاجز، كل شارع في حاجز. من قهرنا ويعني بالضغوط اللي كان قلبنا والحقد عليهم، خلال أسبوع كانت مدينة الراستان مطهرة بالكامل من رجس الأسد. قمنا باستلام المدينة مدنيا وعسكريا وتنظيميا، والراستان هي أول مدينة بتتحرر بسوريا، لهيك النظام مقهور منها وحاقد لحد الآن. إذا في شيء أو ما في شيء، في عمليات للجيش الحر أو ما في، بضرب فيها. شكلنا مخفر مشان ضبط المدينة، عملنا نقاط رباط بالمدينة مشان الجيش ما يرجع يفوت عليها. صارت المدن تتحرر مدينة بعد مدينة، مدينة بعد مدينة، والحمد لله لساتنا هون ومتواجدين والأهالي الحمد لله رجعت بسبب إنه خففنا الضغط عنهم كثير. وبرجع النظام هلق لحد الآن بقصف بالطيران، بقصف المدينة، لأنه ها هي الورقة الوحيدة، ما عم يطلع له شيء، ما عم يحقق شيء. خسائره كل ما عم تكبر، جنوده كل ما عم يقل له، لهيك صار يستعين بالإيران وصار يستعين بحزب الله. بحب أوجه رسالة لكل شيء طلع على تركيا أو كل شيء ترك الراستان، ارجعوا على بلدكم، ارجعوا، هاي إلنا، هاي ما بنتركها نحن، لا لبشار ولا لإيران ولا لروسيا. شو ما بده يسوي يسوي، نحن ثابتين وصامدين الحمد لله رب العالمين. تركنا المعاهد وتركنا الدراسة والحمد لله رب العالمين صامدين نحن وثابتين، والله العظيم ما رح نتراجع ولا رح نوقف. طالما الأسد موجود نحن رح نواجهه برصاص، طالما الشبيحة موجودين نحن رح نقتلهم، رح نريح سوريا من هون. الحمد لله موجودين وما راح نترك هاي، وانا استبدلت الكتب بهاي البندقية، هاي البارودة، والله بصراحة يعني حبيتها اكثر من الكتب. بشكر قناة الجسر الفضائية على 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 مصداقيتها وعلى ملاحقتها للاحداث عن كثب القريبة وتواجدها معنا بكل. انا الشاب احمد الحسين من مدينة الراستان، المنشق عن صفوف النظام من محافظة مايدلي، وعانيت فيها الوصول إلى هذه المدينة. ببداية الثورة كنت عم أدرس هندسة ميكانيك، وأجبرتنا إنه نترك المعاهد والكليات والجامعات. من مدينة الراستان، مواليد 1989، بدأت فيها أنا كثورة سلمية في مظاهرات بين الدراسة وبين القتال. بس اللي صار فينا اني كنت حابب كمل دراستي،